بتكلم حوالين الخطابات الثلاثة اللي ألقاها الرئيس الأمريكي في جولات انتخابية محلية من أجل الدعاية للانتخابات الخاصة بالكونجرس ومجلس النواب. يتم في نوفمبر تجديد كل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ الأمريكي. هذه مسألة بالغة الأهمية. بيحاول الرئيس ترامب أن هو يثبت في هذه المرحلة أن هو داعم لحزب الجمهوري اللي بيعاني من مشاكل كبيرة جدا في هذه الانتخابات المقبلة. حاول طبعا أن هو يدي أمثلة بنجاحات عملها في إعادة عقود واتفاقات مع دول كثيرة مثل كوريا الجنوبية اللي مضت مع اتفاق جديد، مع اليابان، مع عدة دول أخرى زي دول النفتة اللي هي كندا والمكسيك. طبعا بيحاول بقى يقول إن أنا دلوقتي هجيب لكم فلوس كمان، أدي السعوديين اللي هم معهم فلوس كتيرة جدا، حاول أعمل معهم حاجتين، أحصل على فلوس إضافية وأضغط من أجل تغيير سعر النفط. طبعا المفردات التي استخدمها الرئيس الأمريكي تعكس عدم دقة وعدم معرفة بلياقات التعامل ما بين زعماء الدول، فما بالك كمان في المنهج اللي استخدمه في محاولته وكأنه نوع من الابتزاز السياسي، واستخدم عبارة ان انتوا لو احنا ما حملكمش الحكم ما يقعدش لمدة اسبوعين. طبعا وقع في مجموعة من المغالطات الشديدة، اهم هذه المغالطات ان المملكة العربية السعودية تأسست الدولة السعودية الاولى 1744 واستمرت لحد دلوقتي حوالي 370 سنة. الدولة السعودية الأولى، الثانية، الثالثة قعدت حوالي 174 سنة ما كانش في علاقات أمريكية سعودية. يعني السعودية موجودة من قبل ما يكون هناك دعم أمريكي أو ما فيش دعم أمريكي. بدأت العلاقات حقيقة قوية في الثلاثينات حينما ظهر البترول في المملكة العربية السعودية. لم تحصل المملكة العربية السعودية على خرطوشة رصاص أو صندوق ذخيرة أو طائرة أو دبابة أو صيانة أو أي خدمة أو تدريب أو أي شيء مجانا في كل تاريخها في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لو قرأ الرئيس الأمريكي ملفه فأدرك هذه المعلومة. دي نقطة. النقطة الثانية أن الحكم في السعودية زي أي حكم في أي دولة لا يستمد قوته من حماية عسكرية من دولة خارجية كائنا من كان. الحكم في السعودية يقوم مثله مثل كل دولة على مدى رضاء الناس عنه، وهذا الحكم مستمر لسنوات طويلة جدا، وهو حكم يقوم بفكرة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين وبرضاء المواطنين حوله، فإذا كانوا راضين بيستمر هذا الحكم. ثالث نقطة وثالث محظور وقع فيه انه حينما تحدث عن النفط وبيقول it's not good انه البترول يرتفع بهذا الشكل. طبعا هو برضو مش قاري ملفه، لانه لو قرأ ملفه لعلم انه عموما كمبدأ عام بالنسبة للنفط، النفط له علاقة بقوانين العرض والطلب، له علاقة بالانتاج الصناعي وخاصة بالنسبة للصين اللي هي أكبر مصنع في العالم وأكبر مصدر في هذا العالم، له علاقة بدرجة الطقس عند البرودة يتم الاستهلاك أكثر بالنسبة لبنزين الطيارات والمحروقات والاستهلاك الأكثر في هذا الموضوع. أيضا هو كان أحد المتسببين في رفع سعر النفط بسبب العقوبات التي فرضها على إيران اللي هي ثالث أكبر دولة في العالم لها علاقة ب احتياط النفط والإنتاج في العالم. لولا تدخل المملكة العربية السعودية عدة مرات في 90 يوم اللي فات عشان تغطي نقص الإنتاج الإيراني لكان برميل البترول وصل 120 و130 وهو دلوقتي ما بين 88. ممكن إذا زاد الطلب ومع زيادة العقوبات على إيران إن هو الإنتاج يوصل لصفر، ممكن في هذه الحالة يعدي 95 ل 100 دولار. إذا نحن نتحدث عن رئيس
يحاول ان هو يقوم بلعبات سياسيه بكاموفلاجات، لكنه في حقيقه الامر غير داري بملفه ويتسبب في مشكلات كثيره. رد الامير محمد بن سلمان في بلومبرج امبارح كان نموذج للحاكم او ولي العهد او السياسي الذي يجيد المزج ما بين الشجاعه في الدفاع عن السياده الوطنيه السعوديه، قال كلاما واضحا: نحن لن ندفع شيئا بتامين او حمايه امننا، واكد ان السعوديه لم تحصل ابدا على قطعه سلاح مجانيه من الولايات المتحده، وان هي بتدفع كل المطلوب منها. النقطه الثانيه ان هو اذا كان عايز اموال من السعوديه، امال الاتفاق اللي هو شخصيا ترامب عقده عند زيارته بعد الاجتماع اللي حضره هو في الرياض مع 53 زعيم دوله اسلاميه وأقيم في الرياض، وتم من خلاله توقيع اتفاقات ما بين 400 ل 460 مليار دولار. هذه هي أكبر صفقة قامت بها الولايات المتحدة مع دولة أجنبية في العصر الأخير. من هنا في مغالطات كبيرة جدا في كلام الرئيس الأمريكي. هذا الموضوع يثبت أن احنا بنتعامل مع رجل يقوم بالضغط أو بالسياسة أو بالكلام الشعبوي دون الدخول في التفاصيل الحقيقية لمتن الموضوع وأعماق الموضوعات أو الملفات اللي بيتعامل فيها. ذلك يشكل خطرا كبيرا على المنطقة إذا أردنا أن يكون هناك حليف أمريكي استراتيجي نعتمد عليه. أستاذ عماد الدين أديب، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.